بما أني أنا من عشاق فصل الصيف، وفصل الصيف بحب كل إشي خفيف، يعني تكون الهدوم خفيفة مثلاً عشان الحر، الشعر يكون ملموم عشان الرطوبة، حتى الأكل دائماً بنصير نفضل السوائل والأكلات الخفيفة المجدسمة عشان ما هيك نحس حالنا تعبانين خلال اليوم. وبما أني ست والستات كلهم بحبوا الميك اب، فما في أحلى من الميك اب البسيط اللي عن جد ما نستخدم فيه كتير فاونديشن وكتير أشياء معينة ممكن تسيح من الحر ومن العرق. مشان هيك ما عنا وما لقينا كمان أحلى من خبيرة التجميل هاجر متولي لتكون معانا اليوم وتعطينا التبس الصح للميك اب الصح في فصل الصيف. مساء الهلو يا هاجر، ازيك؟ تمام، منورانا. أنا متشرفة أنا معك. حساكي هيك متوترة؟ شوي. لا ما تتوتريش أبدا، أنت في ملعبك زي ما بقولوا. ميك اب ومنا نتحدث مع بعض أكتر. يعني صراحة بدي أسألك حاجة هاجر، يعني في كثير ناس بفضلوا، يعني بدي أبلش بهذا السؤال تحديدا لأنه دائما بتخانق أنا وصحبات لإلي بحبوا ينزلوا على البول أو البحر هم حاطين ميك اب. استحالة. استحالة. استحالة خالص. صح خالص. في بديل، في بديل ليه لو انت حابه انت يبقى شكلك حلو على البحر شويه. أوكي. ممكن يبقى ليه اضرار تانية بس أوكي. على المدى الطويل بس بيبقى الطف شويه من انت تطلعي ميك اب. ممكن يعملوا الحاجات اللي هي دايمه زي اللاشز اللي بتبقى دايمه فبتغير شكل العين، تخلي شكل عينك شكلها حلو. ميكرو بليدنج برده ممكن تعملي التاتو بتاع الشفايف، حاجات اللي بتبقى دايمه اصلا مش هتحطي حاجات على وشك تضطري تتعرضي للشمس فيها فتديكي بعد كده تبوظ بشرتك. وصراحه البحر حلو الواحد المفروض ما تحطيش حاجه بالزبط. المفروض انت تحطي حاجه غير سان بلوك يعني او التان اويل او الكلام ده، بس لو انت خلاص عايزه تعملي ده وعايزه يبقى شكلك حلو على البحر ممكن تعملي حاجات اللي هي دايمه زي اللاشز مثلا، تظبيط الحواجب، التاتو بتاع الشفايف، بس مش اكتر. بس كده خلاص. طب ممتاز. اذا هيك سامعيني يا صبايا، الميك اب على البحر مش منيح ابدا ابدا وجد بضر البشره. هلا بدي اسالك حاجه ثانيه هاجر، ايش الترند تبع الميك اب للصيف هذا؟ الجلو ميك اب لسه معانا مستمر، اللي هو الهايلايت بقى من عند العين والتشيكس والكلام ده كله، والالوانات اللاينر، الالوانات مش الالوان بس، الاشكال كمان. في اشكال كتير لللاينر طالعه، وطالعه انت ممكن مش شرط تبقى عامله ميك اب اللي هو زي بيقولوا عليه فانتازيا تقيل عشان تحطي لاينر الوان او كده، لا ممكن عادي ان انت تبقى عامله سوفت ميك اب خالص، ناتشرال ميك اب، وتضيفي بس لاينر. اي حركه ممكن نجرب دلوقتي واحنا بنعمل لوك، نعمل لك حركه باللاينر بالوان برده مش هتبقى، هتبقى تريندي وجميله ومش هتبقى باينه ان هي اوفر يعني في الميك اب او كده. ما احلى صراحه. شوفي ما بدي اضوع لك وقت، انا بدي اتعلم منك وبدي كمان المشاهدين يتعلموا كيف بيقدروا يعملوا الميك اب الصح للصيف مع خبيره التجميل هاجر متولي. يلا نبلش. يلا. اول حاجه اكيد نبقى منظفين البشره كويس. الصيف عايز ترطيب، واقي شمس، برايمر لو انت محتاجه بشرتك محتاجه. أوكي. احنا منظفين البشره هنحط واقي شمس وكريم عين كمان، ده مهم جدا. اوكي. هحط الاول حاجه سان بلوك، مهم جدا في الصيف طبيعي صراحه. وانت عم تشتغلي كمان، انا بدي استغل واسال. اوكي اوكي موافقه. بس برضه حابه تشرحي كمان للمشاهدين ايش الاشياء اللي انت عم بتحطيها كمان على وجه الموديل عشان يتعلموا ميك اب الصيف. فانا عادي بتصير يا هاجر عادي. هحط اول حاجه السان بلوك بما اننا صيف. اوكي. في انواع معينه انه احسن مثلا لما تكون درجه، اهم حاجه نختار الاس بي اف عالي، عالي 50 او اكتر. أوكي. في ناس ساعات ممكن تحط الاس بي اف، يعني تحط اثنين على بعض عشان يبقى 100 اس بي اف واقح معايا من الشمس. المهم ان انت تحطي وخلاص، لازم يعني تحطي. لازم تستخدمي يعني اول ما تطلع من البيت هذا من الحاجات الاساسيه. حتى لو مش هتحطي ميك اب، يعني انت حتى لو مش هتحطي ميك اب لازم واكل شو. مزبوط صراحه. وقت السباحه موضوع ثاني يعني. طب بدي اسالك كمان سؤال، ايش في اساسيات احنا لازم نعرفها عن الميك اب للميك اب الصح؟ يعني انا بديش احكي لك لما يكون في مناسبه، لانه طبعا كل ميك اب له شغله مختلفه عن الثانيه. ايش الاساسيات اللي جد لازم تكون موجوده عند كل صبية عشان تقدر تعمل ميك اب عن جد حلو وما يضر بشرتها؟ انا بحس ان مثلا لازم الحاجات اللي بتبقى قبل الميك اب دي مهمه من الميك اب نفسه اكتر. والله البرايمر وكريمات الترطيب والسبراي بتاع المثبت والميك اب والكلام ده ده بيبقى مهم.
بلس بقى طبعا يعني انا مش عايزه اقول مثلا ان لازم يبقى براند عالي لازم يبقى سعره غالي، الكلام ده لا، في حاجات سعرها قليل جدا والافكت بتاعها والنتيجه بتاعتها حلوه جدا. بتبقى حلوه ليه؟ لان انا حاطه بيز للبشره ومهيئه البشره حلو، منظفه البشره، حتى برايمر للبشره اللي انا محتاجاها، زي ما بيبقى في مثلا برايمر مثلا للبشره اللي فيها مسام. انا أوكي. انا بشرتي محتاجه برايمر لايه بالظبط؟ بشرتي فيها مسام يسكر المسامات بالظبط كده. بشرتي فيها مسام فانا هجيب برايمر للمسامات. بشرتي بتعرق، بشرتي فيها بقع سمراء مثلا فاحط برايمر اورنج، بشرتي فيها بقع حمراء فاحط برايمر اخضر، وهكذا. ان انت تهيئي البشره لبدايه الميك اب ده هيخليكي تعملي الميك اب حلو. أوكي. او هيخلي بقيه الميك اب ستيبس كلها تبقى مريحاكي. واو صراحه هذا جدا مهم صراحه، لانه يعني انا مثلا واحده من الناس اللي خلص بس بحط المرطب خلينا على وجهي والسان بلوك، وممكن احط مثلا لوس باودر على السريع وراها طبعا بصير كيكي من هون. عرفتي احلى حاجه برضو في الصيف يعني، حتى دلوقتي برضو هستخدم لها لوس باودر، مش هستخدم كومباكت باودر او اي حاجه تقيله، لان الجو بره والصيف والشمس ما يبانش ان هو مكتل. ايوه بالظبط، فبنستخدم حاجه تكون خفيفه اللي هي اللوس باودر. اللوس باودر اظبط اشياء. انا حطيت لها الاول واكل شمس عشان المفروض ان هو للصيف يعني، واكل شمس ده لو الصبح، لو انت نازله الصبح مش نازله الصبح مش نازله. وحطيت كريم عين ضروري ترطيب كريم العين. وهحط برايمر دلوقتي يعني، يا اميره ما شاء الله مش محتاجه برايمر ما شاء الله، هي قال حاجه فانا هحط لها برايمر بس يديني افكت زي سموز اكتر للبشره.